بن هي هن ضربه حلوه. اه سكر وانت في البركه. ذقت السكر يا حميد، ذقت السكر. متصرف اداري ما كانش، قالوا لنا ما سلككمش، مع ما كانش لي سنين. متصرف اللي تعينوا العداله يعني. العداله. وين كان احنا ما يهمناش. متصرف كاين متصرف. خليها. وحبسوه جابوا متصرف جديد. متصرف جديد قال لهم ما حبش يسني. ما حبش يسني. ما حبش يخرج. احنا ولينا حبس. هكذا الشركه راح تحبس. هكذا الشركه تاعنا راح تحبس. حبست. احنا ما حبش. راح تحبس. حبست والاجراء هذا هي المفروض تاخذ الدوله. الدوله ما درت حتى اجراء. احنا خرجنا انا خرجنا باش نكرموا على ولادنا باش نسكروا برك احنا متصرفين ضرينا احنا من الاول مضرورين ما عنيناش يديروا من الاول مضرورين احنا نحوسوا نسكروا برك مطلب تاعنا هذا ما نتاع عنف ما نتاع ما المطلب تاعنا هو بين وش نبقاو نخدموا كصحافي تاعو بين وش مطلب باين مطلب باين مطلب تاعنا مطلب كيفاش تسديد اجور العمال العمال تاعنا هو السلاك الشركه تاخذ الشركه تاخذ الطلب تاعنا هو الاجور الاجور يعني هي القطره الذي افاضت الكاس باش نتفاهم كما عندنا كوتي تاع الاجور مام عندنا احنا راه سسبنس عشنا في شركه كوندور هذه اكثر من عام عشنا سسبنس خسرنا كانت كورونا داتنا اللي نحبوهم وحنا ثاني خسرنا صحابنا اللي كنا نخدموا معاهم ثاني اللي نحبوهم خسرناهم وشو بالسبه هذه بسبه مسير اداري. نحن كعمال شركه كوندور لا نريد ان نكون ضحيه صراعات خفيه السلطات العليا. نرجو من جميع المسؤولين والوصي والسلطات العليا تسويه وضعيه هذا الامر هذا اللي رانا نعانيو منه، انه احنا كعمال اباء لاولاد وهنا جميع المسؤوليات ترجع للعمال. نرجو منهم تسويه هذه الوضعيه. لا نريد ان نكون ضحيه صراع سياسي من اجل ازاله هذه الشركه. دابا انا ضحيه ونحن لا نريد نرفض. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.